تحوية دكتور علي الراعي. الحقيقة أنا تساءلت عن إنجازات دكتور علي الراعي، وخاصة في البحث عن أصل الظاهرة المسرحية في مصر. في كتاب مسرح الشعب كتب دكتور علي الراعي مقدمة بعد ما أصدر الكتب الثلاثة قبل جمعهم في كتاب واحد تحت عنوان كشف حساب. في هذا الكشف دكتور علي الراعي بيحاسب نفسه ويحاسب الكتاب في بأجزاءه الثلاثة. ماذا قدم هذا الكتاب اللي أنا بعتبره مرة تانية هو بطاقة الهوية أو البطاقة الشخصية لدكتور علي الراعي في الواقع المسرحي في مصر. راح دكتور علي الراعي يعني يفند ما حدث من تأثير لهذه الكتب، وخاصة كتاب الكوميديا المرتجلة، إنه كيف تنامى الاهتمام بخيال الظل وبفن الأراجوز بعد نشر هذا الكتاب وتبني دكتور علي الراعي للفكرة. ودلل على هذه الأفكار بعروض لفرق هو شاهد هذه العروض وتحدث عنها، وكان منها مثلا الاهتمام بخيال الظل بشكل عام، واستخدام فرقة زي فرقة الورشة لفنون الارتجال. تحدث عن عادل إمام حين شاهد عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال، وهنا تحدث عن فنان الارتجال وكيف ارتجل عادل إمام في هذه المسرحية، وكان نموذجا للفنان القديم الفنان الارتجال. وكان الدكتور علي الراعي جملة يعني جميلة جدا، وهي انه فنون الكوميديا المرتجلة وفنان الارتجال هو خطوة نحو السيطرة على استبداد المؤلف لصالح الممثل. فكما سعى دكتور علي الراعي لشراكة الجمهور في العملية المسرحية من خلال التقريب أو الصلة بين النخب وبين الشعب، أيضا حاول أن يمنح دورا كبيرا أو دورا أكبر للممثل. مرة أخرى دكتور علي الراعي كان مشروعه المسرحي مشروعا وطنيا في خدمة المسرح المصري، سواء في بحث الظاهرة المسرحية وتأصيلها على المستوى النظري، أو في تكوين أو المساهمة الكبرى في تأسيس بنية مسرح الدولة. وهو الحقيقة نموذج يجب أن يحتذى. كان مشروع دكتور علي الراعي المسرحي قائم على البحث في أصل الظاهرة المسرحية في مصر والعالم العربي. هو نفسه دكتور علي الراعي ظاهرة تستحق البحث والدراسة لما قدمه للمسرح من إنجازات نعيش عليها حتى الآن على المستويين النظري والإداري. دكتور علي الراعي الذي عرف المسرح من ينابيعه السخية منذ الطفولة وعلى مدى 7 عقود، ومرورا بمشاهدات وضعتها الأقدار في طريقه مثل الأراجوز وخيال الظل في الطفولة، ومرورا بدراسته للأدب الإنجليزي ثم عمله في الإذاعة المصرية والبعثة التي سافر فيها إلى إنجلترا لدراسة المسرح العالمي، وعودته ليجد
الأمور مهيئة أو مسرح الأحداث مهيئ لاستقبال هذا الشاب الذي درس بشكل عميق وشكل أكاديمي جيد جدا ليجد ثورة يوليو 52. دكتور علي الراعي وضع دراسة المسرح المصري أو أصل الظاهرة المسرحية هي الهدف الأساسي في مشروعه. من أجل هذا قطع دكتور علي الراعي أرض المسرح المصري منذ زمن المماليك وحتى سبعينات القرن الماضي ليدرس ويحلل في كتابه الكوميديا المرتجلة الخيال فنون خيال الظل والأراجوز والمحبزين والمقامات، المقامات التي رأى فيها دكتور علي الراعي أنها كتابات مسرحية وليدة أجهضها التعنت وأجهضها التحريم وانحطاط تلك العصور ونظرتها السيئة للفن. ثم يدرس يعقوب صنوع رائد المسرح المصري ونجيب الريحاني وعلي الكسار ويوسف وهبي وصولا إلى نعمان عاشور وجيله في ذلك الوقت. ويقطع أيضا أرض المسرح العربي في كتابه المسرح في الوطن العربي بعد ذلك ليدرس الظاهرة المسرحية في العراق وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب العربي حتى الخليج العربي درس فيه وتقصى بذور أو ما يمكن أن نسميه بالظاهرة بالظواهر المسرحية. وعاد في هذا الكتاب إلى العصور الأولى إلى العصر العباسي وإلى العصر حتى إلى العصر الجاهلي لدراسة الطقوس الدينية التي كانت ظواهر مسرحية لم تكتمل، ودرس ما حدث في قصور الخلفاء العباسيين بالتحديد. فكان يشغل دكتور علي الراعي البحث في أصل هذه الظاهرة لكي يصل بين المسرح والشعب، ليصل بين المسرح والجمهور، لأنه كان بيرى أن الجمهور شريك أساسي وسوف يكتب بعد ذلك عن هذه القضية، أنه كيف يصل بين هذه النخب ومسرحها وبين الجمهور الذي يشاهد المسرح. في خطوة ثالثة هي كانت خطوة أولى الحقيقة، وهي دراسة المسرح العالمي قبل دراسة المسرح المصري ودراسة المسرح العربي. كانت بعثة الدكتور علي الراعي في إنجلترا ليدرس من خلال برنارد شو، يدرس من خلال رسالته عن مسرح برنارد شو، يدرس كلاسيكيات، يدرس المسرح العالمي منذ اليونان ومرورا بشكسبير وإبسن وتشيكوف والأسماء الكبرى في المسرحية العالمية، ثم يعود ليبدأ بدراسة الظاهرة المسرحية المصرية حتى نهاية حياته. هذا من ناحية. من ناحية أخرى دكتور علي الراعي عاش حياة وضعت الأقدار فيها المسرح في طريق علي الراعي منذ الطفولة، من الأراجوز وخيال الظل اللي شافه في طفولته إلى حتى الإذاعة. حين عمل دكتور علي الراعي في الإذاعة وكان غاضبا أو يعني متحفظا على فكرة العمل في الإذاعة، كيف يقرأ، كيف من يقرأ كلاسيكيات الأدب العالمي يعني يذهب إلى العمل في هذه الفنون اللي اعتبرها في ذلك الوقت ممكن تبقى يعني أقل من دراسته، لكن بذكائه وقدر بسرعة
يعرف انه الإذاعة خدمته بشكل كبير جدا، فهناك اتعرف على فن المونولوج وعلى فنون الضحك وعلى كبار الكتاب. من الناحية النظرية، دكتور علي الراعي حين عاد من البعثة في إنجلترا قدم كتابا يدل على شخصية دكتور علي الراعي، وهو فن المسرحية، وهو يشرح فيه للقارئ أو للمبتدئ ما هو فن المسرح، وكيف يكتب الكاتب المسرحي ويحلل عناصر المسرحية في تحليل مبسط. وسوف يظل هذا التبسيط مع دكتور علي الراعي إلى آخر كتبه، هموم المسرح همومي. للدكتور علي الراعي الحقيقة ليس فقط الريادة في بحث أصل الظاهرة المسرحية من خلال الكتب الثلاثة في مسرح اللي جمعهم بعد كده في مسرح الشعب، الكوميديا المرتجلة وفنون الكوميديا ثم مسرح الدم والدموع، لكن ريادة الدكتور علي الراعي وفضله الكبير وهو مسؤوليته عن مؤسسة المسرح من 1959 وحتى 1967. في هذه الحقبة، وهي أهم الحقب في تاريخ المسرح المصري في القرن العشرين بعد ريادة صنوع ورفاقه، هذه الحقبة هي عصر الازدهار، وقد عاصر وشارك دكتور علي الراعي في بناء هذه المرحلة، وفي اللي هي ازدهار المسرح المصري في مجده بالفعل، وأيضا عاش فترة التراجع وفترة المؤامرات وإلى آخر هذه الإشارات اللي ذكرها في كتابه هموم المسرح همومي. في تلك الفترة دكتور علي الراعي يعود له الفضل في تأسيس مؤسسة المسرح، أو ما يعرف بمسرح الدولة الآن في شكله المتعارف عليه. يعني مثلا هو يعود له الفضل في تأسيس مسرح العرائس، يعود له الفضل في فرقة الفنون الشعبية اللي انبثقت عنها بعد كده فرقة رضا، يعود له الفضل في تأسيس ما يسمى بالإدارة الثقافية، وهي بذرة تأسيس المركز القومي للمسرح والموسيقى. دكتور علي الراعي يعود له الفضل أيضا في إنشاء أول فرع للمعهد العالمي للمسرح اليونسكو في مصر، وكانت مصر أول دولة عربية يكون لها فرع الـ ITI بعد ذلك، وتولى رئاسته الأستاذ توفيق الحكيم كأول رئيس لهذا الفرع. تأسيس دكتور علي الراعي إلى جانب الجهد النظري الكبير جدا سيحسب له هذا الفضل في القيادة الإدارية على المستوى الإداري في المسرح، ما سنوات قدم فيها فعلا دكتور علي الراعي ما يمكن أن نسميه بالبنية الأساسية اللي ممكن شكلت مسرح الدولة بعد كده، ويحسب له أيضا أنه أول من أقام مهرجان لمسرح الأقاليم أو المسرح في المحافظات كما كان في ذلك الوقت.